من دفع ماله إلى صغير أو مجموع أو سفيه فأتلفه لم يضمن. يعني أنا أعطيت مالي لمجنون، قلت هاك محفظتي مثلا في واحد مجنون، هذا قلت هاك هاك وشق الفلوس رماها أحرقها مجنون. أروح لأبوه أقول عوضني، ولدك أنت اللي تعطيه، أنت اللي أعطيته، ليش تعطيه فلوسك؟ أنت الذي أعطيته. فإذا لا يضمن حتى المجنون، لا يضمن إنه مجنون، أنت اللي غلطان. لماذا أعطيته هذا المال؟ أو سفيه، لماذا أنت تدري أنه سفيه، لماذا تعطيه المال؟ صغير، طفل صغير أعطيته مالك وأتلفه، أو مثل يعطيه بطاقة السحب مثلا، يعطيها لطفله الصغير، الطفل أخذ بطاقة سحب وراح سحب فيها وعرف الرقم خلنا نقول السري وكذا، وسحب فيها وخذ الفلوس وراح مع ربعه وقط الفلوس يمين ويسار رماها وكذا وهذا، بعدين يقول ولدك أخذ مني بطاقة سحب يلعب فيها وكذا، الظهر راح سحب وضيع. لا يضمن أبوه، أنت الذي تضمن، أنت مفرط، أنت أعطيته هذه البطاقة. فهنا من أعطى إذن ماله لسفيه أو مجنون أو صغير لم يضمن السفيه ولا المجنون ولا الصغير. لماذا؟ تفريط منه، هو الذي أعطاه ماله فيتحمل ما صنع. نعم. كذلك عفوا، كذلك من أخذ من أحدهم مالا ضمنه، هذا هو الأصل، من أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، أي ولي المحجور. يعني إذا أنت أخذت مالا من الصغير أو من السفيه أو من المجنون ولست وليا له، أنت لست وليا عليه، طيب، وأخذت منه المال تضمنه، ليش تأخذه؟ فإذا لا تعطيه ولا تأخذ منه، السفيه والمجنون والصغير لا تأخذ منه ولا تعطيه. فإذا أعطيته تحمل، وإذا أخذت منه تضمن. لماذا تأخذه منه؟ ثم استثنى قال إلا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. مثلا أنا شفت المجنون مثلا أخذ معه أموال، نيلك قال أخذته من أبوي، فأخذتها منه أنا. لماذا أخذتها منه؟ ليحفظها، لأن هذا مجنون أو طفل صغير أو سفيه، فأخذت منه هذا المال، ما أخذته لحظ نفسي، وإنما أخذته إيش؟ ليحفظه، لأنه قد يتلفه، قد يأخذه منه الناس يضحكون عليه وكذا، ثم تلف المال بدون تقصير مني، لم أضمن، لأنني إنما أخذته لأحفظه، أخذته إيش؟ لأحفظه. نعم تفضل. يقول كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه، يعني أنت مستصح ما شاء الله، شفت أطفال اثنين مثلا، واحد منهم سرق من زميله مالا وهرب به، هذا مغصوب، أخذه منه رغما، ضربه وأخذه منه، هذا أيش يسمونه؟ غصب، أخذه غصبا. فأنت لحقت بالسارق أو الغاصب وأمسكته وأعطيت المقسوم ثم أخذت منه هذا المال، إذا لماذا أخذته؟ لترده لصاحبه، لأن ما عجبك المنظر الذي رأيته وهو الغصب الذي حصل، ثم تلف قبل أن ترده لا شيء عليك، لأنك إنما أخذته لترده، فأنت محسن على كل حال. فإذا تلف دون تعد منك ولا تفريط فإنك لا تضمن. نعم. قال ومن نفق سفيها لا رشيدا، عندك سفيها؟ ماشي. قال ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحمل عنه ودفع اليه ماله لا قبل ذلك بحال. نعم. الطفل الصغير نحن لماذا نحجر عليه؟ قلنا هنا الحجر لمصلحته ولا لا؟ الحجر الاول حجر لمصلحه غيره، الان هذا حجرنا عليه لمصلحته لأنه طفل صغير. فإذا بلغ نعطيه ماله؟ لا، إذا بلغ راشدا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ الصغير وكان راشدا دفعنا إليه ماله، أو
أن الرشيد السفيه صار راشدا، طيب كلموه وكذا وانتبه وكذا، صار مضبوط، صار مضبوطا يعني، طيب دفع إليه ماله. إذن الأصل لأننا إنما أخذنا ماله إيش؟ لحفظه، لأنه لا يستطيع حفظه، فإذا استطاع حفظ ماله سلم له، أعطي هذا المال. وإذا قال من بلغ رشيدا يعني بلغ وكان راشدا، طيب، أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد، أو سفيها وعقل، طيب يعني ذهب السفه عنه، انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله، لا قبل ذلك بحال، أي لا يدفع له قبل أن يذهب عنه السفه والجنون والصغار. نعم. قالوا قلوب الذكر بثلاثة أشياء، بالإمناء وبتمام 15 سنة، أو بنبات شعر، أو بنبات شعر خشن حول قلبه، وقلوب الأنثى بذلك وبالحي، والرشد إصلاح المال وصوره عما لا فائدة فيه. نعم، يعني رأى المؤلف أنه من المناسب الآن أن يذكر ما هي علامات البلوغ. علامات البلوغ بالنسبة للذكر، قال أول علامة من علامات البلوغ هو خروج المني، خروج المني سواء باحتلام طيب أو غيره، إذا خرج المني دل على أنه إيش؟ بلغ. وكذلك إذا نبت شعر العانة، نبت شعر العانة، فنبات شعر العانة دليل على البلوغ، فإن لم يحصل شيء من ذلك إذا بلغ 15 سنة. لأن عبد الله بن عمر يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق ولي من العمر 14 فلم يجزني، ثم أجازه في أحد عفوا ثم أجازه في الخندق لأنه بلغ 15 سنة. فالقصد قالوا إذا البلوغ أن يصل 15 سنة، إذا لعمره 13 سنة ولم يحتلم ولم ينبت له شعر العانة غير بالغ، إذا احتلم أو نبت له شعر العانة بالغ، حتى لو عمره 12 سنة مثلا أو 13 سنة، لكن إذا ما حصل شيء من ذلك لا الاحتلام ولا نبات شعر العانة إلى 15 سنة يحكم عليه بالبلوغ، ولو لم يحتلم ولو لم يخرج له شعر العانة. إذن أقصى سن للبلوغ 15 سنة. أما بالنسبة للمرأة فكذلك، الاحتلام أو خروج الشعر على العانة بالنسبة للمرأة، وكذلك إذا بلغت 15 سنة وزيادة على هذا الحيض، إذا حاضت دل هذا على بلوغها، وبعضهم زاد على إذا ظهر الثدي منها، لكن غير صحيح. صحيح هذه الأمور الأربعة، وهي نبات شعر العانة بالنسبة للمرأة، أو بلوغ 15 سنة، أو الاحتلام، أو الحيض، هذه علامات البلوغ. أما الرشد فهو أن يحسن التصرف. كيف نعرف هذا الإنسان راشد ولا غير راشد؟ يقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما هو الرشد؟ قال إن حسن التصرف هذا هو الرشد، فيدفع إليه ماله. نعم.